مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر على أرضية ميدان المرموم. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الخامس عشر بمجموع الأشواط. أتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة مباشرة. أتقدم مع المركز الأول، أتابع الصدارة والمقدمة من البداية. طرب حميد بن هاشل بن خاطر الشامسي يتقدم مع طرب على المركز الأول. المركز الثاني سيوف القادمة، سعيد بن عبد الله بن شميل الاكتبي القادم على المركز الثاني. والمركز الثالث سيوف لراشد بن علي بن خميس بن مرهان الاكتبي. والمركز الرابع سرابة سالم بن عامر بن عمهي المنصوري. المركز الخامس غاية عبد الله بن راشد بن مصبح بن راشد الساعدي. والمركز السادس هذه الواصلة متعب منصور بن صالح بن طرشوم العامري. سابع المراكز الوصول والتقدم من جميرة سلطان بن سالم بن رحمة الشامسي يتقدم في هذه اللحظات. المركز الثامن غارة بخيط بن محمد المنهالي القادم مع غارة. والتاسعة المركز التاسع هذه نواهل سلطان بن حارب بن حي المنصوري. والمركز العاشر هذه اللي وصلت عماريد قادمة لمالك عماريد سعيد بن ناصر بن راشد المجارح. هكذا هي النتيجة، 10 أسماء نذعنا على حضراتكم ومسامعكم مشاهدينا متابعينا الأعزاء. ولكن نعود إلى الصدارة، إلى سرابة اللي غيرت بن عمهي المنصوري من المرموم إلى المرموم. أهالي المرموم مسيطرين على المركز الأول. المركز الثاني الساعدي قادم مع غاية عبد الله بن راشد بن مصبح الساعدي قادم على المركز الثاني. والمركز الثالث سيوف يا بن شميل الكتبي قادم مع سيوف. المركز الرابع جميرة قادمة سلطان بن سالم بن رحمة الشامسي يقدم جميرة القادمة مع هذه الانطلاقات والتحديات. تتابع الأسماء القادمة، طرب حميد بن هاشم الشامسي قادم مع طرف في هذه اللحظات. ما شاء الله، شوف الأسماء، مهاجرة قادمة سلطان بن عبد الله الشمالي العطوي قادم لعطوي في هذه اللحظات. أول ندى لشعار مهاجرة قادمة في هذه اللحظات، مشعار بن عمان المهيني. شوف الأسماء المتدخل في هذه اللحظات، هنا القادمة والمنطلقة في هذه اللحظة نجود بن حليس الوهيبي، راشد بن عبيد بن حليس، وولاية قادمة بن دحروي مطر بن محمد بن دحروي العامري. وين الموقع بعد الكيل والأخير؟ عودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى الساعدي راعي غاية على المركز الأول. قادم من العين. المركز الثاني نجود على أرض الجود تسير، راشد بن عبيد بن حليس الوهيبي. وبن دحروي قادم، بن دحروي مع ولاية، أسماء قادمة في هذه اللحظات. ملامح محمد بن حمدان الحبسي قادم في هذه اللحظات، بن عمال المهيري قادم، لكن بن حليس بو سعيد على المركز الأول. راعي نجود راشد بن عبيد بن حليس، روح يا بن حليس. لكن شوف الواصلة المتسللة، هذه الظفرة محمد بن عبده.
المنصوري القادم في هذه اللحظات، قادم مع الظفرة والعنود، مبارك بن سهيل المحرمي، لكن بن حليس على المركز الأول، راعي نجود بوسعيد على المركز الأول، الظفرة قادمة، الظفرة محمد بن عبد المنصوري، المانع المنصوري، سلام يا الظفرة، سلام المنصوري، تهانينا والناموس لمحمد بن عبد بن حميد المانع المنصوري. وين السلامات؟ إلى الظفرة السلام، إلى غياث السلام، إلى راعي الظفرة. المركز الثاني العنود لمبارك بن سيل المحرمي، المركز الثالث هذه اللي وصلت ملامح لمحمد بن حمدان بن سعيد الحبشي، المركز الرابع بلشة، المركز الرابع بلشة لسعيد بن محسن بن مخيت السلمي العامري، المركز الخامس اللي وصلتنا مهاجرة لمالكة سلطان بن عبد الله الشمالي العطوي، التوقيت 6 دقائق ثانية وتسع أجزاء من الثانية، هو توقيت الظهرة لمحمد بن عبد بن حميد المانع المنصوري. سلام يا أهل الظهرة، سلام. المركز الثاني 6 دقائق ثانيتين وتسع أجزاء من الثانية اللي وصلتنا العنود لمبارك بن سهيل بربيع المحرمي، المركز الثالث بربيع هذا المحرمي، المركز الثالث 6 دقائق 3 ثانيتين التوقيت اللي وصلتنا على المركز الثالث، هذه ملامح لمحمد بن حمدان بن سعيد الحبشي، تهانينا والناموس للجميع.